عن جد القانون السوري بيحتجز المسعف؟ والله هيك بيقولوا. يعني إذا لقيت حدا عامل حادث بالطريق ما رح تسعفه؟ بسعفه بس بلكي مسكوني. في شيء مهم بخصوص المسعفين لازم أنت والكل يعرفوا، خلونا بالسوري نحكي عنه. تخيل أنتو ماشي بالطريق تلاقي حادث سير، شو رح تعمل؟ أكيد رح تركض وتحاول تساعد وتسعف المصابين على أقرب مشفى، هذا الشيء الطبيعي، ولكن للأسف مو هذا الشيء اللي عم بيصير بكتير حالات. فبدل ما تتصرف بطبيعتك الإنسانية بهيك موقف، أنت عم توقف ساكن وتتفرج وتاخدك أفكارك يمين وشمال، وما عم تسترجي تسعف الشخص اللي عم يموت قدامك. أوف يا لطيف، شو السبب؟ السبب انه بيقولوا انه عنا بالبلد بيحتجزوا الشخص المسعف، لهيك اللي بيشوف حدا عامل حادث او متصاوب باطلاق نار او اي شيء من هذا القبيل بيفكر وبيتروى كتير قبل ما يحاول يساعد ويسعف المصاب، لانه ممكن يوقفوا كم يوم ويحتجزوه ويدخل بمتاهة السين والجيم، هذا اذا ما اتهموه انه هو المجرم والجاني. لهيك يا جماعة كل الناس بطلت تساعد بعضها وبطلت تسعف حدا مصاب، لأنه ما أنا مضطرة تنبلالة بشي قصة ويتطبق عليها مثل أعمل خيرا شرا تلقى. هلا الشيء المهم واللي لازم نعرفه انه الحكي اللي انحكى قبل شوي مو صحيح 100%، انه اعتقاد الناس انه رح يتم احتجاز المسعف هو اعتقاد خاطئ تماما وما له اي اساس قانوني، ولكن للاسف هو اعتقاد راسخ بعقول الناس وغير الله ما حدا قادر يغيره، مع انه ما في بقانون السير اي ماده قانونيه بتسمح بهذا التوقيف، والمطلوب من المسعف هو فقط تفاصيل هويته ويحكي شو شاف وشو صار وبعدها يمشي بحال سبيله. ولك انتو ما بتقدروا قيمة البشر، انتو خلوا اسف تشوف. اسف سيدي. والنهفة وين؟ النهفة يا جماعة انه هالقانون مو جديد ولا طلع مبارح ولا اول تمبارح، لانه هالقانون صادر عن وزارة الداخلية من 2011 وهو يقضي بعدم توقيف المسعف والاكتفاء باخذ تصريح منه انه هو مو مسبب الحادث، ولكن على الرغم من مرور اكثر من 10 سنين على هالقانون ما حدا دريان فيه، ولحد هاللحظة الكل بيخاف انه يسعف حدا. طيب ليش؟ شو المشكلة؟ المشكلة انه ما في اضاءة على هالقانون وما حدا عم يعرف فيه، مع انه موضوع مهم جدا وممكن كل يوم يصير واي حدا فينا ممكن يتعرض له. نحنا تغيرنا، نحنا تغيرنا، بعدك يا مرة تاني، نحنا شو تغيرنا. هذا غير انه حتى الناس القليلة السمعانة فيه ما عم تصدقه، لانه يا سادة يا كرام رغم وجود هالقانون من زمان ولكن لحد هاللحظة عم يصير بعض التجاوزات ببعض المشافي من قبل عناصر الشرطة اللي بتحتجز المسعف لحتى تتأكد انه ما له علاقة بالحادث. طيب يا جماعة بلكي هالمصاب لا سمح الله فات بغيبوبة شي 10 شهور، شو بتضلوا محتجزين المسعف لحتى يفيق من غيبوبته ويقلكم ما دخله؟ والله غريبة. لهيك المفروض يتم التجديد على تنفيذ قانون عدم احتجاز المسعف بأي حال من الأحوال، لحتى ما نقتل واجب الإسعاف عند الناس، وحتى ما نخليهم يعدوا للمية لك للألف قبل ما يفكروا يساعدوا حدا. خلونا بفقرة حكي ميديا نشوف تعليقات الناس على هالموضوع. على فكرة إسعاف شخص هو عمل إنساني بالدرجة الأولى وما في أي مبرر بيمنعك من هالواجب، لهيك تحرر من كل المخاوف والقوانين وعمل الصح. خلصت حلقتنا لليوم، باي باي.